لكن رح ناخد سؤال تاني من أحمد حجاج كمان من على صفحة فيسبوك. عم بقلنا أحمد سؤال بده يطلع قدامنا كمان هلأ. كل سنة وانت طيبة، أفضل برنامج مفيد. مرسي يا أحمد، بدي أشكرك على هالكلام الحلو. ممكن أعرف أفضل الأكلات الصحية للأطفال ابتداء من 6 شهور؟ أكيد يا أحمد، ابتداء من 6 شهور تقريبا هو هيدا العمر اللي بيبتدي الطفل يتناول فيه الطعام وبيبطل متكل على اللبن، إن كان لبن الأم أو لبن الصناعي. خلال هالفترة كتير مهم ندخل له الخضار، كل أنواع الخضار تقريبا بدها تكون مطحونة. يعني ممكن نبتدي بالكوسة، ممكن نعطيه بطاطس، ممكن نعطيه جزر، ممكن نعطيه بروكولي. كطريقة تحضير الخضار بدها تكون مطحونة من غير ولا أي توابل، من غير ملح، من غير زيت. منه بحاجة الطفل أنه نكون عم نحط له، خاصة الملح منه بحاجة له أبدا. والطفل نحن دايما نقول كيف معقول يتقبل هيك أكل طعمه وحش؟ بالنسبة إلنا طعمه وحش لأنه نحن منا معودين نكون عم نتناول هيدي الأطعمة، بس الطفل ما بيعرف أنه في توابل وفي زيوت وفي ملح. فخليه من أول ما يبتدي يأكل يبتدي ياخد الأكل على طبيعته من دون أي شيء تاني. طبعا لازم يكون مهروس كتير ومطحون. ونبتدي بأول فترة بس بالخضار، يعني على القليل أسبوع أو أسبوعين حتى نحبب الطفل بالخضار. أنا دايما بعطي هيدي النصيحة، هو نحن ممكن صحيا نبتدي خضار وفاكهة أول شهر، بعدين ندخل الفراخ واللحوم الأسماك لبعد عمر سنة. بس أنا دايما بنصح الأمات أو البيات، هلأ أحمد البابا عم يحكيني، دايما بنصحهم أنه بلشوا بالخضار أسبوع أو أسبوعين مينيموم حتى الطفل يتعود على طعم الخضار، لأنه أول ما ندخل الفاكهة رح يحبها كتير. طبيعة الحال لأنه الطفل بيخلق بحب طعم المسكر مثل كل الناس يعني، فلما ندخل له فاكهة بالأول ممكن يرجع يرفض الخضار. خلينا ندخل خضار بالأول ونرجع ندخل فاكهة، كمان فاكهة مطحونة أو مهروسة، كل أنواع الفاكهة، الموز، التفاح بينسلق قبل على النار بشوية مي غالية، ما بنعطيها نية بأول فترة. ممكن نعطيه موز، ممكن نعطيه البرقوق، كتير مفيد خاصة عند الأطفال اللي بيعانوا من الإمساك. هلأ عطيتك شوية أحمد هيك فكرة سريعة، بس انطروني بحلقة خاصة عن تغذية الأطفال الرضع اللي هن كمان ابتداء من 6 شهور، من 6 شهور لسنة، شو معقول نكون عم ندخلهم. ورح نحضر مع بعض، يعني رح فرجيكم كيف منحضر هالأطباق أو هالخضار وهالفاكهة، كيف بنطحنهم وكيف بنحضرهم ومنقدم لهم إياهم للأطفال.